وقد ذكر لنا الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى ما يحتاجه المريد إذا احتاج إلى النكاح من توفير النية الصالح، فإنه من تزوجها ليغض بها بصره ويحصن بها فرجه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. كذلك مهما اتسعت النيات حفظ جنس الإنسان وبقاء النسل، تكثير مباهاة النبي بأمته على الحوض، غض البصر، قلة الوسواس، حفظ الفرج من الفواحش، القيام بحقوق الأهل، تكوين أسرة صالحة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تحسين الزوجة وتعفيفها كذلك، رعاية الحقوق واحتمال الأذى، السعي في المصالح لهم، وغير ذلك من النيات الصالحة. فيستحضر النيات الصالحة، ثم حرر بعض أهل العلم النيات الصالحة عند أراد الإنسان أن يتزوج، ينوي كذا ينوي كذا، فذكر 20-30 نية نموذج من شان يعرفها الإنسان. حملها بعض العلماء الصالحين إلى رجل عارف، قال هذه النية تزوج، وأنا الآن عزمت أتزوج وأريدك أنت تنويها لي، فإن قلبك فيه من النور ما ليس في قلبي، وتعرف تنوي أحسن مني. فأعطاه إياه تزوج، ولد له بذلك الزواج ولد، كان إمام أهل بلده في عصره علما وورعا وتقوى ودعوة إلى الله تعالى. فانظر نتائج النيات الصالحة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال الله تعالى يعرض علينا هذا المعنى، وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، عاد الطفل في البطن وقد نذروه ونوى النية الصالحة فيه. فبعدين وضعت مريم، ومريم صار لها شأن عند الله عظيم بسبب النية الصالحة، فتقبلها ربها بقبول وأنبتها نباتا، وعاد باقي أثرها الصالح مقبل كما ذكرنا في نزول سيدنا عيسى بن مريم، آية من الآيات. كل هذا نتيجة النيات الصالحات في هذه الزواجات. إذا احتاج المريد فلو بدلوا من تحرير النية الصالحة وحسن الخلق، يقول النبي خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.